الذكاء العاطفي مع معمر سلامة وفهد خان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا معكم معمر سلامة ومعايا المبدع كوتش فهد خان، ونحن في الحلقة كم يا فهد؟ 18. يا سلام عليك. في برنامج الذكاء العاطفي، الحلقة السابقة كنا بنتكلم على عجلات الحياة الثمانية. كنا بنتكلم إن هي المال، العائلة، الرومانسية، الوظيفة، المرح، الصحة، الروحانية، النمو، نمو الذات. نمو الذات. وقلنا كلمة مرة جميلة منك عجبتني أنا منك، إنه هي كأنها قطع بيتزا 8 قطع. أنت تدي كل اهتمام، كل ما بتدي اهتمام لقطع منها بتكبر. بس ركزنا على حاجة مهمة جدا، إنه أهم نقطتين عجلتين هي الصحة والعائلة. طيب، في سؤال لازم نسأله، طيب كيف نقدر نقيم وضعنا في العجلات هذه؟ ممتاز، ميكروفون معك. احنا دحين عشان نقدر نعرف ايش وضعنا في الحياة، محتاجين ان نعمل تقييم على الجوانب الثمانية هذه اللي في عجلة الحياة. فالطريقة الامثل انه احنا نسوي بيها الموضوع هذا، انه نبدأ اول شيء نسوي ايش؟ دائرة. طبعا انا عارف المستمعين والمستمعات ممكن يكونوا في اللحظة هذه بيسوقوا، فمنصح انه اكيد لازم الواحد، ما هو وقته نسوي دوائر، مو وقته نسوي دوائر، فبعدين على رواقة كل واحد يسوي الاكسرسايز هذا. حلو. في جلسة كده صفاء ذهن. ايش الدوائر بس فهمنا؟ نسوي دائرة. حلو. كبيرة. حلو. نقسمها لتمانية سلايسات زي ما اول كنا بنقول، عشان كده انا سميتها بيتزا، يعني 8 قطع. 8 قطع. حلو. نيجي الثمانية قطع هذه نسمي كل واحدة بالأسماء الثمانية اللي قلنا عليهم. ممتاز. طيب، بعد ما نقسمهم نيجي نسأل نفسنا سؤال، ما هي درجة الرضا، درجة الرضا على كل واحدة من هدول على مقياس من 0 إلى 10، بحيث إنه 10 راضي جدا وصفر غير راضي جدا. يعني انت قصدك انك لنفسك، انت لنفسي يعني ماذا رضائي على نمو الذات اليوم؟ ايوه، انا مو اليوم يعني، قصدي على ايوه في اللحظه هذه فعلا، اللحظة. مش انا فين ابى اكون. يعني هذه نقطه مهمه، هل انا راضي على وضعي ولا لا؟ ايوه، وضعي الحالي. أيوة. فانا عجله الحياه مهمه انه دائما مربوطه بايش؟ الان. احنا بنتكلم على الان، اليوم، اليوم. ايش اللي صار في اللحظه؟ ايش اللي صار معي؟ فاقيس واقيم واحط انا رقم مقياس من 0 إلى 10 درجة الرضا، وأمسكها واحدة واحدة. أقول أوكي، مثلا المال لنفرض أنه أنا حطيت 6. نيجي قلنا اللي بعدها الأهل أو العائلة، قلنا مثلا 5. إيش أسوي في على مقاس الدائرة؟ أنا بعمل بالقلم زي القوس في نفس الدرجة اللي عليها الرقم اللي أنا قيمت عليه. نهاية الدائرة هي 10، وبداية السنتر أو المركز حق الدائرة هي 0. فيصير أنا بالقلم بعلم على الدرجة اللي أنا وصلت لها. ممتاز. أكرر العملية على 8، يطلع معايا شكل عجلة حياتي. والله التحدي ما هو سهل، لأنه إيه، الواحد لازم يكون كما أقول صريح مع نفسه، يعني ما يقعد يوهم نفسه. لا، أنا ترى نمو الذات، أنا أرهب واحد في العالم. أيوة. أنا أخطر واحد في العالم. أنا العائلة لا، أنا دائما معاهم. أنا كنت لا، يبغى لها تفسير وتوضيح. صحيح. ولازم يكون في شفافية بينه وبين نفسه في الكتابة. أظن 100%. هنا في قيمة مهمة، وأعتقد أنها هي قيمة مشتركة بين جميعنا، اللي هي الصراحة، بالصراحة مع الذات. لأن الصراحة الحقيقية تبدأ يا الله مع إيش؟ مع ذاتي، قبل لما أكون مع غيري. صح. فإذا أنا ماني صريح مع ذاتي ما حستفيد ولا شيء لما أعمل. تكذب على نفسك كيف حتكمل؟ بالضبط، بالضبط. يا الله. وهنا أنا دائما يعني أحب أنصح نصيحة، إنه لما نيجي نفكر في رقم، إذا فكرت في متردد ما بين رقمين، هي 5 ولا 6، خد هي 5. 6 ولا 6، خذ الأقل. صح. بالضبط، خذ الأقل. طور نفسك يا أخي. وطور نفسك، وطور نفسك. ما تحس التحدي يا فهد يكون عن ناحيتين؟ الناحية الأولى إنك أنت لازم تكون صريح مع نفسك، الناحية الثانية زي ما بيقولوا بالإنجليزي what's next، يعني إيش الخطوة اللي بعد كده. أيوة. ما تحس إنه هذا هو التحديين هم اللي بواجههم؟ صحيح. يعني دائما شخص بواجهه. صحيح. فأول شيء لازم أكون صريح مع نفسي عشان أنا أقدر أعرف كيف شكل عجلة حياتي.
عرفت شكل عجلة حياتي. خلينا نتكلم على النقطة هذه لأن فيها حاجة مهمة مرة. كل من يكون شكل الدائرة أو شكل العجلة دائري، كلما معناته في توازن في حياتي ما بين الجوانب الثمانية. وكل من يكون الدائرة واسعة وكبيرة، كلما معناته الرضا عالي عندي. والعكس إيش؟ صحيح. كل صحيح. كل ما صغرت معناته الرضا عندي معدوم أو في مشكلة. ولما يكون شكلها غريب كده مبوزة من هنا ولا ما هي دائرية. واضح وصريح بس جاب العيد. أنا أحس كده يعني. أيوة. فمعناته في حد يعني حاجة كده مضروبة، في ضربة كده في الدويرة حقتي عاملة لي مشكلة في حياتي. فيصير الخطوة اللي جاية إنه أنا لما أشوف شكل الدائرة أبدأ أطل عليها. أنا صرت بدل ما أكون جزء من المشكلة أنا جزء من الحل، لأني خرجت المشكلة من بالي وحطيتها قدامي وصرت أنا بنظر عليها كأنها شخص تاني. بنظر لها من غير إيش؟ من غير ما أنا أحكم على نفسي. أقول لك هذا هو التحدي. أنت قلت إيش يا ما شاء الله عليك وعلى شرحك ما شاء الله تبارك الله، إنك قلتها ثلاثة خطوات يعني ثلاثة أمثلة. لما تكون مستوية خلاص يعني أنا عندي توازن. صحيح. ومنطقي. لو واسعة أنا عندي رضا ذات عالي، بس يمكن يكون خيالي الكلام اللي أنا بقوله. صحيح. ولما تكون محددة أو ملخبطة معناته أنا عندي مشكلة إنه ما عندي ثقة ترى في نفسي، في نقاط يمكن تكون أحسن. يعني أنا شفت كثير في تقييمات إنه واحد بيسوي، لما تجلس معي يقول لك أنا محبط أنا ماني فاهم الشيء، لكن لما يسوي اختبار شخصية وحاجة تلاقيه أستاذ بدا الشيء. فهذا هو التحدي أنا أشوفه. صحيح. إلا إذا عندك نظرة تانية حبيبي. لا أنا أتفق معك 100% إنه هو ده التحدي. لا يعني النصيحة الأخيرة اللي حابب أقولها للمستمعين، أيوة تفضل، إنه كونوا صريحين مع نفسكم وأنتوا بتسووها. سووها في صف في في كده لحظة صفاء، وبعد ما تسووها طلوا عليها وشوفوا إيش القصة اللي ممكن تقولوها أو تطلعوها من الرسمة عن نفسكم. تيك ألف عافية. بالفعل هذه يعني خاتمة جميلة جدا، وفي النهاية الصراحة الصراحة الصراحة. إن شاء الله يا أخواني أخواتي كونوا استفدتوا. هذه كانت الحلقة 18، نلقاكم غدا في الحلقة 19 في أمان الله. الذكاء العاطفي مع معمر سلامة وفهد خان.